كتابنا اليوم مشاهدينا مسك كالعادة مع زميلة ونجمة من نجمات ام بي سي، قاعدين نشوفها كل يوم اربعاء في برنامج ذا فويس سينيور. أنا بالهلال، مرحبا فيك، يسعد صباحك وشرفتينا صراحة. مرسي أول شيء على المؤدبة الحلوة كمان. عليهم ثانك يو سو ماتش، وأهلا وسهلا فيكم كمان. احنا جدا سعيدين بوجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك. الآن أنا بالله خلينا على قولتهم بالساخن وبالفرش وبالطازج، الآن مع برنامج ذا فويس سينيور. قطع فويس سينيور كمان. بهذا البرنامج احنا دائما نقول انه لما نتابع مثلا شعور الاطفال واحساسهم دائما مختلف. مزبوط. لكن الان مع هذه الفئه العمريه في كثير من المشاعر اللي شفناها من خلال البرنامج، كيف كان تقديمك؟ بالاضافه يعني كيف ما شاء الله قادره تغيرين من اسلوب يعني تقدمين مع الاطفال الى تقدمين مع الكبار؟ صراحة تجربة كتير حلوة. أول شيء مع The Voice Kids حسيت أنه كأنه عم بتعامل مع أطفالي، مع أولادي، يعني كيف ما بقبل حدا يمكن يعطيهم يمكن ملاحظة لأولادي، هيك صار بـ The Voice Kids. يعني تأثرين معهم صح، يعني خاصة أنه في أولاد في عاطفة، بتحس أنه كل مستقبلهم بعيونهم وأهلهم، هيك حدهم والطموح والأمل موجود. كنت أعتبر لما قدمت The Voice Kids أنه هيدا هو المستقبل، هذا هو الفيوتشر يلي كل واحد منا بيبقى عنده اياه بصغره. بس مع ذا فويس سينيور صراحه حسيت انه المستقبل هو الحاضر يلي بنعيشه دائما، خاصه انه نحن عم نشوف قد ايه هالمستقبل، خاصه نحن كشعوب عربيه. نحن ما عندنا شيء نخبر لاولادنا اكثر من انه التضحيات، من الحوادث اللي صارت بعالمنا العربي، من الازمات يلي عشناها نحن. ما عندنا يمكن غير هالاشياء يلي بتقدم تضحيات لبلدنا تنخبرها. فهون بذا فويس سينيور كل شخص يا هاجر بلده، يا من وراء الحروب، يا اضطر كرمال الازمات الاقتصاديه، يا الدنيا حطته ببلد غير بلده، ما قدر يكمل حلمه. طيب في تفاعل كبير مع ذا فويس سينيور، ونشوف انه على السوشيال ميديا صار ترند كم مره، ايش السبب برايك انه يوصل البرنامج انه يكون ترند؟ صراحة مصداقيته للبرنامج، كمان المشتركين المواهب، ما بدي اقول مشتركين لانه اصوات رائعة، المواهب يلي موجودة العالم تعلقت فيها. يعني كل ما تكون اونات، كل ما تكون شفاف مع المشاهد، كل ما المشاهد كمان بصدقك أكثر. يعني ما كان في لزوم ولا يمكن يعملوا الميك اب القوي او اللبس يلي اذا يمكن كنا مش عجبنا، كل واحد مثل هو مرتاح بحاله طلع على الشاشة. فهيدي الراحة النفسية اللي الموهبة بتحس فيها، المشاهد كمان بحس فيها وبيتقرب للقلب أكثر، مشان هيك صار ترند وحتى بكل العالم العربي. وإحنا قاعدين نشوف صور الآن وفيديو من خلال الكواليس، وقاعدين نشوف وراء الكواليس ونشوف يعني تفاعل المشاركين أهاليهم، تفاعلك أنت أيضا. أنا صراحة كثير تسليت وكثير في لحظات مؤثرة يعني في كواليس البرنامج، يمكن كيف أنتم بتعاملون معها؟ في كثير محلات بتحسي إنه ما فيك بقى تحكي شيء، ما بقى فيك تقولي شيء، خاصة لما بقول لي إنه ما أنا صوتي حلو، ليه ما قالوا لي إيه؟ يما ليش قالوا لي لأ؟ يما مرات بيطلع النتيجة إيجابية وكمان بيستغربوا إنه يي ليه نحن وصلنا زميلي ما وصل. يعني بتلاقي بهيدا الجنراسيون بهيدا الجيل بيصيروا يخافوا على بعضهم، ما في منافسة بشعة، بالعكس منافسة كانت كثير حلوة، إنه كل حدا عم يسأل عن غيره، إنه طلع لأن ما بيقدروا يعرفوا نتائج بعضهم. سو كل واحد بيروح بده وبفيلم من الاستوديو، فصاروا يقولوا لي عرفت الشيء اذا طلع، عرفت اذا يا حرام. هيدا الشعور مثلا، وكل واحد عنده قصه حلوه، كل واحد عنده خبريه بحياته قطع فيها. انا حقيقه يعني انا بالله اسئلتنا كثير والحديث معك ممتع جدا، لكن خلينا نتحدث عن البرنامج الجديد. في برنامج الان يتم التحضير له، وايضا راح تكوني انت مقدمه هذا البرنامج. الى اي مدى نقدر نخبر عنه شوي؟ ما فينا كثير نفتحه للبرنامج الجديد، بس رح يطلع ب 9 ديسمبر. هذا البرنامج جدا سري، بس كمان بدي اخبر كل المشاهدين يلي بامريكا وبكندا انه فيهم يتابعوا كل برامج الام بي سي والمسلسلات عبر شاهد في اي بي. سو هذا البرنامج بعد اسابيع قليله بيبدا عرضه، عم بيتم
يتم تصويره حاليا ببيروت، وان شاء الله اكيد ينال اعجابكم باذن الله. اكيد ان شاء الله احنا بالانتظار، وعندنا ثقه بكل ما تقدم الام بي سي ان شاء الله ينال أكيد. يعني رضا المشاهدين. يعني في ختم لقائنا بنحط صور لاعضاء لجنه تحكيم ذا فويس سينيور، ودنا منك جمله لكل واحد منهم. نبدا مع الفنانه نجوى كرم. نجوى كرم ما بينقلها غير الشمس الغنيه اللبنانيه. هذا اللقب نعرفه، لقب معروف يعني. كلمة منك لأنه خلص يعني هي صارت عن جد هي الشمس يلي بصوتها قدرت توصل لكل العالم، ويمكن بصوتها قدرت تبرز جمال لبنان، أنه عنا مواهب وعنا أصوات رائعة وعنا فن. والفنان هاني شاكر استاذ كتير كبير، حنيته لا توصف، ضحكته يعني بس تطلعي بهالوجه الضحوك بتلاقيه قديه هو فريندلي، قديه هو متعاطف مع كل شخص، وكتير صعب بفتكر يعطي قرار سلبي، لأنه استاذ هاني شاكر هو شهادة فنية لكل شخص قطع بالبرنامج. والديفاز سميرة سعيد، يعني انتوا قلتوا ديفا، ديفا بكل معنى الكلمه، جمالها وانقتها وهضمتها، وكمان قد ايه هي سبونتاني، يعني عفويه بشكل رهيب وعفويتها حلوه بتدخل للقلب. الصوره الاخيره الفنان ملحم زين. ملحم زين انا شايفه مجروحه فيه، بحبه كثير وبحب صوته وبحب اغانيه وبحب قراره. يعني انا بالنسبه لي ملحم زين كنت اعرفه كصديق، واليوم انا بذا فويس سينيور تعرفت على غير وجه خالص لملحم زين، قد ايه هو شخص مرح، قد ايه كمان متفائل، وقد ايه بيعطي مجال حتى الشخص كمان يدافع عن حاله كموهبه جديده. احنا نشكرك نبيل، ثانك يو، لك دوام التوفيق ودوام النجاح ان شاء الله، واحنا بترقب البرنامج الجديد ان شاء الله. تنبسطين في دبي بما انك انت نقلتي دبي. نبارك لك يعني احنا فور يعني الوقت ضايقنا، نبارك لك الاقامه الذهبيه. ميرسي. تستاهلين، ونتمنى لك حياه سعيده في دبي على اعتبار انتقلتي لدبي. عندنا ثواني اذا تبي تعلقين على الموضوع. انا عن جد بدي اتشكر حكومه دبي على هالهديه القيمه بالنسبه لي الاقامه الذهبيه، يلي بفتكر هيدا احلى هديه تلقيتها بكل حياتي. هذه هديه 2020 وان شاء الله تنبسطين فيها. وشكرا لك انا بالله، وشكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم بكره باذن الله.